علشان كذي نحن منتخبنا اليوم بعدني أرد بدون لا يزعل شارع رياضي، خلونا يا إخوان نعتبرها إعداد. يبنى كأس آسيا، صعدنا دور 16، دور 8، دور هو إعداد، والمدرب يعرف أنا وين اليوم. كل مباراة يلعب المنتخب نقول هذا الاختبار الحقيقي، لا لعبنا ويا منتخب ضعيف، لا فزنا بالحظ، لا المنتخب هذا مو هو مصنف آسيويا، كنا نقول هذا الكلام. لكن اليوم نحن أمام حق حقيقي عشان نعرف نحن وين، وهذا الجيل وين بيصعد. متوسط عمرنا كم؟ 26 سنة. واللي بيغيبون الاثنين اللي عندك حراس مرمى يمكن كبار، خالد عيسى إذا نتكلم عن علي خصيف، أنا علي خصيف حراس مرمى ممكن تعوضون، علي مبخوت يمكن، علي مبخوت لاعب يمكن يتعوض أنه يكون موجود. لكن أتكلم عن 80% من لاعبين المنتخب اللي يقدرون يكملون، يمكن السنة الجاية ينضافون لهم بعض اللاعبين. أعتقد هذا هو نتاج العمل، أن نحن بعد 3 سنوات مثل ما قلت علي، أن نحن نقدر نشوف نفسنا. أنا لو عندي خطة إعداد وأعرف أني أنا أفكر حق 3 سنوات، أنا راح أكون سعيد جدا أن المنتخب، بس شرط كل مرحلة يجب أن يكون أفضل من المرحلة اللي سابقة. ما نروح نحن كأس آسيا نأدي مستوى بعدين نرجع كأس الخليج ننزل، رغم أنها بطولة يمكن مهمة بالنسبة لنا لدول المنطقة، بعدين نرجع لتصفيات الكأس العالم ننزل. أتمنى مخرجات الدوري تكون في المنتخب والرتم يكون تصاعدي.